هذه هي أجهزة التلفاز فائقة الوضوح الجديدة، بعضها أصبح عادياً الآن، لكن معظمها أكبر قليلاً من المعتاد وبشاشة منحنية تضفي أجواء السينما في غرفة المعيشة. يبدأ سعر هذه الأجهزة ب3000 يورو. إنها رائعة جداً وهي المستقبل بحد ذاته، إذ أنها تضفي متعة بالغة والألوان فيها رائعة. إنها مذهلة بكل المقاييس. بواسطة هذا الجهاز يمكن مشاهدة برنامجين في آن واحد، الأول بالنظارة الحمراء والثاني بالبيضاء، وبه أيضاً سماعتان. جهاز تلفاز يناسب الأشخاص ذوي الذوق المختلف. إن جلسنا كلانا على الأريكة ولكل منا ذوقه الخاص، حينها سيكون لهذه الميزة معنا. نعم. فوجئ هذان الزائران بماركة تلفزيونات صينية اسمها تشانغ هونغ، إذ عرضت الشركة المنتجة شاشة ثلاثية الأبعاد حازت على اهتمام الجميع في المعرض. أظن أن هذا هو أفضل أجهزة التلفاز ثلاثية الأبعاد بدون نظارة رأيتها منذ 7 سنوات وحتى الآن، وهي المرة الأولى التي أشعر فيها حقا بأنه جهاز جيد ويمكن تسويقه. لقد أثار إعجابي. شركة تشانغ هونغ غير معروفة تقريبا في أوروبا حتى الآن، وذلك بسبب سمعة الصين التي ترتبط دائما بالإنتاج الرخيص كما يعتقد الكثيرون. الابتكار والخبرة يتطوران بسرعة في الصين، وهنا نتحدث عن حالة كانت موجودة قبل 10 أعوام تقريبا ولكنها تبدلت الآن. فنحن نشاهد هنا ماركات عالية الجودة، وعندما ننظر إلى لصاقة منتجيها نجد أن كلها مصنوعة في الصين. يأمل الصينيون بأن تصبح أجهزتهم هنا في هذا المعرض ضمن الماركات عالية الجودة، ولكن من يدري كيف وبأية أجهزة سنشاهد التلفاز مستقبلاً؟ فقد تصبح الشاشات المنحنية نفسها تكنولوجيا قديمة.